من البرازيل بليز. بالوقت يلي كمان عم نحط لها سماعة لميرة تتفهم توجيهاتكم وآراءكم. مش الحال مش الحال. سيدي نادرة عساف، أول قسم من رقصتها كنت مركزة، ثاني قسم شفتك عم تزقفي وتغني معه. خيفين أسألك عن رأيك، بس بدي أسألك. أول باقي أنا انبسطت، تاني باقي في شيء بس بعدني ما حللت إذا عجبني ولا ما عجبني. مزبوط، بعرف إنه بهالأيام الفن كتير في خلط بين ستايل وستايل. أنا وسائب حظي إنه بأدار هالسنة رحت على هواي، ما أعرف كيف للحظة حسيت حالي رجعت على هواي. في شيء ذكرني بالهواي، ماني مأكدة إذا عجبني أو ما عجبني، بس كتابلو كتير انبسطت باللي حضرته. شكرا. سيدي نشوى فؤاد، كمان بدي أعرف منك تعليق على رقصتها لميرة. كان نفسي أقوم أرقص معاها عشان أوريها ست الحسن، هي اختارت أصل حاجة صعبة، حاجة بتاعتي أنا، فأوريها أصولها إزاي تترقص بالفيلينج بتاعها، بالإبداع اللي بيبعته ربنا، بالملكة اللي بتبقى موجودة في الإنسان. فده رأيي فيها، وجود لك إن شاء الله. شكرا. ثانك يو ميرا، ثانك يو. النقط لو سمحتوا، وراح نشوف ردة فعل لميرا بالكواليس مع أميليا زيدان. ما
Mayra. Yes. Are you fine? I can understand now. Now I can understand. Yeah, and what do you think about what they say, the jury? I think I'm not in a position of agreeing or disagreeing. They are great masters, and we have to respect and listen. But what can I say, you know? But you understand that your style is not Arabic style. You must be more oriental. She might not see something oriental in me. You can't take a country from a person. It's impossible for me to be 100% Arabic. I would never get this. Most of the time I like what I do. I felt very good in the stage. Do I want to go home? Not today. شفنا ردة فعل مايرا. خلينا نشوف هلأ شو صار بهالروبورتاج مع مليكا. I'm not afraid, maybe violent, excited, and something like that. حاجة اسمها 3/4، هي رقصة 2/4. مش رح أوعدك إنك رح تستحقي تكوني موجودة بعدين إذا ما شوي اهتميتي بشو عم نقول. أنا برأيي إيديك ضعاف. I'm agree. I fully agree with the opinion of jury.
ملكة للروسية. رح نوضع على ملكة السماعة تقدر تفهم التوجيهات. استاذ زازا حسن، هل في تحسن برأس الملكة؟ هي بتتحسن بس في مشكلة كبيرة قوي، ودي كتيرة عند الأجانب للأسف، إن الإيد، الإيدين دي ليها معنى كبير قوي، والرأس مش بس بالبطن أو بس بالرجل، لا ده الرأس بيجي من الشعر لغاية الضفر بتاع الرجل. يعني حركة إيد أول مرة تحب يا قلبي، لا لازم يكون في حاجة، يعني في يكون مدروس نوعا ما مش عشوائية. آه لازم تشرح، لأن دي أغنية جميلة قوي. شكرا. دنيا مليانة حب والحب ميرسي فعلا. شكرا، كلك ذوق. سيدي نشوى فؤاد، حابب اسمع رأيك بصراحة. بصراحة طبعا احنا هنا بنتكلم في صراحة وما في زعل من الصراحة، صراحة راحة. صحيح. ملكة بترقص حلو، لكن وشها مش بيعبر في حاجة خالص، يعني ما فيهوش أي فيلينج، واخد بالك؟ لا وشها ولا ايديها، يعني هي جسمها بيتحرك ولكن هي في مود تاني بمكان آخر، وده لا يصلح للمسرح. شكرا كليك زو. في مداخلة حابين نسمعها من الأستاذ سيمو أسمر. أنا مش معك أستاذ زازا حسن إنه الأجانب ما عندهم حركة الإيد، هي خلقت حركة الإيد بالباليه والرأس التعبيري يلي مش من عنا أصلا، كله من أوروبا أو من روسيا. هالحركة هن ما بيقدروا يعبروا عليها شرقيا يمكن إلا إذا تعلموا أكثر، وما بعرف إذا في حركة شرقية وحركة غربية، هذه بنقدر نسألها لأساتذة الباليه وأساتذة الرأس حقيقة. أما اللي قالته ست نجوى أنا بعطيها شوي حق، يعني ما قدرت عبرت، وبعطي حق لمليكة لأنه أول مرة تحبي يا قلبي، وأول يوم أنه حدا فسر لها الكلام بيقول شو تتقدر، هي لحقت الموسيقى والموسيقى ما عبرت لشي لحنيا، مشان هيك الكلام ما توافق مع حركات وجهها وتعبير وجهها. على كل حال أنه مش مطلوب من مليكة، من مليكة تكون الرائسة الشرقية الأولى بهالبرنامج. ماشي حالها لوين واصلة، منشوف كلنا سوا بالمستقبل القريب. شكرا أستاذ سيمو أسمر. حابب أعرف، حابب أطلب منكم توضعوا النقاط لو سمحتم، ومنشوف ردة فعلها لمليكة بالكواليس. مليكة، I'm not happy. Did you understand what they say? About face? Yes, your face and your feeling. There's no feeling. You are like a student in the class. No, it's a TV show. You must be more professional, more charismatic. Yes, I think that maybe I'm not in a very good condition now, but I think I'm very charismatic. I'm not agree with you. No. No charism. No charism. Tonight? There is nothing. Anyway, what about hands? What Zaza said. I'm not agreeing with him at all. Because I think that my hands is my very strong point. And I think that he picks up to it very much. And I don't think that the hands of other dancers here don't pay so much attention. And it's my opinion. الهيئة مليكة مش كتير مقتنعة برأي الأستاذ زازا. تمرينات، تحضيرات، نصايح وملاحظات، أمور أساسية عم بترافق كل المشتركات. مننتقل لروبورتاج بخبرنا عن أهم الأحداث يلي مرت فيها رنا هالأسبوع.